اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، مكملين معاكم حلقه النهارده من هذا الصباح واولى وقفتنا الحواريه في حلقه النهارده من هذا الصباح. يوم بعد يوم بتبهرنا الحضاره المصريه القديمه دائما بعظمتها وباسرارها الكبيره اللي لحد دلوقتي لم يتمكن العلماء من فك شفرتها واعجازها حتى هذا اليوم، ومتواصل عملية الاكتشاف هذه الأسرار الكبيرة في الحضارة المصرية القديمة. الجوانب اللي بتكشف جانب من عظمة الإنسان المصري القديم بالتأكيد هو الكتابة واكتشاف الكتابة واختراع الكتابة بشكل عام، وتحديدا اللي هيكون موضوعنا في حوارنا النهاردة هو الكتابة المعماة، أو كما يصطلح عليها في العصر الحالي هو الكتابة بالحبر السري زي ما بنسميه. المصريين القدماء هم أول من استخدموا الحبر السري على أوراق البردي اللي غطوا بيها المومياوات المصرية القديمة، واستخدموا أنواع من الحبر المتوهج لغرض كتابة نصوص غير مرئية على أوراق البردي اللي بيبلغ متوسط عمرها حوالي 2000 عام. المصري القديم أيضا استخدم أساليب إبداعية في الكتابة السرية، وابتكر فنون مختلفة في إخفاء المعاني في الكتابة المصرية القديمة. أيضا الكتابة السرية لعبت دور مهم جدا في الحياة السياسية والاجتماعية لقدماء المصريين. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أرحب بضيفتي وضيفتكم اللي هتعرفنا أكتر عن أسرار الكتابة المصرية القديمة، الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي ووزارة الأثار والحاصلة على الدكتوراه في الكتابة المصرية القديمة من جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور نجوى. صباح الخير يا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. يعني إيه الكتابة بالحبر السري عند المصريين القدماء؟ هو كان في زمان حبر سري؟ هم اكتشفوا الحبر السري ولا ده مجرد اصطلاح؟ هو الكتابة في مصر القديمة تنوعت ما بين كتابة تقليدية وكتابة سرية. الكتابة السرية معروفة مع بداية معرفة الكتابة التقليدية، لكن مش بالحبر السري. يعني هو ليه هي معماة وليه هي سرية؟ لأنها هي كانت بتبقى ظاهرة بس ما كان الإنسان يعجز عن إنه يقرأها، يعني لأن هي ليها أساليب معينة في الكتابة بشفرة معينة ما بيعرفهاش غير اللي دارسها ودولت كانوا كبار الكهنة. لكن حبر سري لا، احنا ما تواصلناش ان في حبر سري في الحضارة المصرية او في النوع ده من الكتابة. لكن كفكرة ابتكار ان انا اشفر معلومة او ان انا اشفر حاجة مهمة جدا مش عايز حد يعرفها، او ان انا بغرض ان انا عايز احميها، دي في حد ذاته اختراع. وتولد بعد كده الافكار واستمرت الفكرة الكتابة بالشفرة وكتابة سرية لغاية العصر الحديث. وعايز اقول لحضرتك ان الكتابة دي حاليا بتستخدم في علوم الكمبيوتر كمان والحاسب الآلي وفي المخابرات، ويعني على نطاق واسع جدا. طيب ما احنا عايزين نتعرف عليها اكتر، ايه الفرق بينها بين الكتابة اللي هي بالطريقة السرية القديمة والكتابة المصرية القديمة العادية؟ هل نفس الرموز بتستخدم ولكن بمعاني مختلفة، ولا ليها رموز خاصة بيها؟ هو الكتابة السرية اتكتبت في اللغة المصرية القديمة في كل الخطوط المصرية القديمة. احنا عندنا 4 خطوط مصرية، الخط الهيروغليفي ده أقدم الخطوط، وبعدين الخط الهيراطيقي والديموطيقي يليه، وبعد كده المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الخط القبطي. الهيروغليفي كبداية وفي بداية التسجيل والكتابات وكده بدأت في الكتابة المعماة، بدأ يكتب بنفس الحروف بس بشكل مختلف. ازاي؟ كان في طريقتين في الكتابة عند المصري القديم في الهيروغليفي، اما عن انه يصور علامات والعلامات دي كأنها مجموعة من الاشخاص، وكل شخص من دول بيبقى ليه قمة صوتية معينة بيديني معنى غير الصورة تماما. يعني كتير جدا من المرشدين كانوا يشوفوا المنظر يقولوا ده مجموعة من الآلهة على بوابة بتاعت معبد أبو سمبل مثلا، لكن بعد كده عرفنا وإن دي كتابة معماة، كتابة بالشفرة، كل معبود من دولت بيعبر عن كلمة، وفي الآخر بيجمعوا اسم الملك رمسيس الثاني ده على معبد أبو سمبل الكبير. وفي كمان كتابة بنفس العلامات الهيروغليفية العادية خالص اللي أي حد يشوفها يقول دي كتابة هيروغليفي، بس بتلاعب في القيم الصوتية للعلامات عن طريق إبدال صوت محل صوت أو عن طريق اختراع صوت جديد تماما للعلامة، فأصبحت العلامة مثلا زي علامة خبر. خبر اللي هو الجعران. عندنا الرسمة رسم الجعران، لكن في قيم كتير جدا يعني عدد مهول
لنفس العلامه لكن بقيم صوتيه كتيره جدا. قيم صوتيه دي قيم صوتية اللي هي معاني للرمز ولا القيم إيه؟ الصوتيه الهيروغليفي حضرتك احنا بنقراه يعني انا زي ما بقول الجعران اسمه خبر فانا عندي مثلا قيمه صوتيه اسمها اي يعني انا عندي قيمه صوتيه ثانيه اسمها رع يعني قرص الشمس او المعبود رع. فممكن الجعران كذلك يديني قيمه صوتيه اسمها نتر يعني معبود. فشوف حضرتك ما بدل ما كان هو بالقيمه الصوتيه الطبيعيه بتاعته اللي احنا درسناها كدارسين لغه مصريه قديمه لا ده اصبح كم لا نهائي لكل علامه قيم صوتيه مختلفه جدا يعني قراءات مختلفه. ازاي اعرف انا القراءه دي ازاي؟ هو ده بقى هنا اللغز وهنا السر ان انا ازاي لما يجي لي مجموعه من علامات ورا بعض اقدر افك واقدر اعرف ده يكون كلمه ويكون جمله وازاي اقراه. هو ده السر بقى اللي المصري القديم هو وضعه. طيب امتى ابتدى المصري القديم في استخدام الطريقه دي من الكتابه؟ هي الطريقه دي تزامنت مع بدايه معرفه اللغه المصريه القديمه. لما بدا يسجل ويدون تاريخه وبدات كانت الارهاصات الاولى للكتابه بدا يكتب كتابه رمزيه وتصاحبت معاها الكتابه المعماه دي لبعض الحاجات الهامه جدا اللي كان حابب هو يشفرها ويعملها لنفسه كمعلومه لنفسه. بعد كده تطور الموضوع لان هو بعد كده استمر في العصور كل عصور اللغه المصريه القديمه وكانت البدايه نماذج قليله. بعد كده بدات ايه مع كل فتره زمنيه زي دوله قديمه دوله الوسطى دوله حديثه تزداد لغايه ما وصلت لغايه المرحله اليوناني روماني وكانت اكتر يعني بشكل شائع جدا في المعابد المصريه القديمه في الوقت ده. الكتابه المعماه استمرت لاخر مراحل اللغه اللي هو القبطي يعني استمرت لغايه في القبطي لغايه القرن الرابع عشر الميلادي. وتزامن وجودها مع كل النصوص القديمه زي اخر نص هيروغليفي موجود في معبد فيلا واخر نص ديموتيكي في نفس المعبد على نفس الجدار. يعني الهيروغليفي النص كان سنه 394 وميلاديا والنص اخر نص ديموتيكي عارفين وكان فيه كتابه معماه كان سنه 436 ميلادي. دول في معبد فيلا. غير كده في بقى معابد كتير جدا في الحضاره المصريه يعني مليئه بالكتابه المعماه. تمام. احنا اكتشفنا اللغه الهيروغليفيه من خلال حجر رشيد زي ما كلنا عارفين. امتى اكتشفنا ان في كتابه سريه في اللغه المصريه القديمه؟ هو يعني طبعا المتعارف عليه ان احنا بدانا اللغه المصريه من ايام حجر رشيد وشامبليون وكده. لكن احنا كان في معلومه صحيحه ولا غلط؟ لا هي معلومه شائعه خطا. لكن الصح ان اللغه المصريه كان ليها ناس كتير جدا مهتمين بيها قبل شامبليون بكتير. منهم علماء اجانب وقبليهم علماء عرب. فلان الحضاره الاسلاميه او الحضاره العربيه بدات من القرن الاول الهجري انها تهتم اهتمام كبير بالحضارات الاخرى وبداوا ان هم الرحاله وبداوا ان هم يحاولوا يقروا كده وخاصه ان العلماء العرب كانوا في مصر في القرن الثامن الميلادي كانوا ملمين جدا بالمرحله القبطيه وباللغه القبطيه وكان في مدارس بتدرس في مصر النص القبطي والنظير ليه النص العربي وكمان باليوناني. فكان كتير جدا من العلماء العرب يعرفوا كتير من اللغه المصريه من ضمنهم مثلا ابن وحشيه في ابن رجال وفي المقريزي في كتير اشتغلوا في اللغه المصريه القديمه وفي منهم عرف ان في كتابه سريه. ده ليه عرفوا ان في كتابه سريه؟ من اخر مرحله اللي هي مرحله القبطي اللي هم درسوها. بالمناسبة ان الكتابة المعماة او الكتابة السرية موجودة كمان في اللغة العربية ومن يعني اللي انا لقيته اثناء الدراسة للموضوع دوت ان كتير جدا من قواعد الكتابة السرية في اللغة العربية نظرتها موجودة في اللغة المصرية القديمة متاخدة اصلا من اللغة المصرية القديمة. فطبعا في طبعا تبادل كبير جدا ونفس الاساليب الكتابية يعني زي مثلا ابدال العلامه مكان مثلا الحروف الارقام. يعني لو هبد القيمه الصوتيه اشوف القيمه الصوتيه بتاعتها او الصوت بتاع في الالفابيتيكال يعني بتاعتها ايه هي والرقم اللي بيقارن بيها. يعني مثلا الصوت اللي هو الالف بيقابله الرقم واحد فممكن
ابدل ما بين الرقم وما بين الايه الصوت. برضو في العربي عملوا كده يعني، وفي بقى حساب جمل وحاجات كتير كده في اللغه العربيه، في بعض النظائر ليها في اللغه المصريه القديمه. طيب ايه الاغراض الرئيسيه اللي كان بيستخدم فيها الطريقه دي من الكتابه؟ هل بس اغراض سياسيه ممكن نقول وعسكريه، ولا كان في اغراض تانية ممكن تكون ليها علاقه بالاسرار الكتير اللي لسه لم تكتشف للحضاره المصريه القديمه؟ هي الاغراض بتاعتها تطورت على حسب الزمن وعلى حسب احتياج المصري القديم ليها. ففي البدايه خالص يعني كانت مجرد ان عايز يحفظ اسمه، عشان كان عنده اعتقاد البعث والخلود ان هو سوف يحيى مره اخرى من خلال الاسم. فكان كل يعني اللي يقدر يكتب اسمه بكتابه معماه كان يحب يسجل الكتابه دي، وكمان كان يحب يخلد بعض الصفات بتاعته او بعض المزايا اللي ممكن تكون في العالم الاخر، فكان يكتبها برضو بالكتابه المعماه. بدات امتى؟ في المراسلات السريه، بدات في الفتره القبطيه، يبقى في مراسلات سريه ما بين القساوسه والرهبان، عشان كان في الاضطهاد الروماني. دي في مرحله بقى لاحقه يعني. دي في مرحله لاحقه يعني، هي استخدمت بشكل مؤكد في ناحيه الكتابه كسريه كتداول المراسلات في الفتره القبطيه اثناء الاضطهاد الديني بتاع اللي كان في فتره الرومان. بالنسبه للاشياء السياسيه الثانيه دي لم تثبت بعد، لكن المثبت عندنا انها اتكتب بيها في الكتب الدينيه اللي كانت في الدوله الحديثه كتير جدا. عندنا كتب دينيه، كتاب الموتى، كتاب الاميدوات، عندنا كتاب كهوف البوابات، كتب دينيه كتيره جدا ظهرت في الدوله الحديثه واستمرت بعد كده، وهي دي اللي كانت على لفائف الكتان وكانت في البرد كذلك. كل دوت مكتوب بالكتابه السريه اللي احنا بنقول عليها انجماتيك رايتنج، خاصه بالاشياء الجنائزيه والمعتقدات المصريه القديمه. بتختلف بالمناسبة الكتابة السرية الجنائزية عن الكتابة السرية اللي بنقول عليها نورمال. يعني حتى الكتابة السرية فيها نوعين. نوع نورمال خاص بالزغرفة وحفظ الأمنيات وحفظ الأسماء وكتابة بروتوكول أسماء الملوك، ده كان مهم جدا يعني يكتبوا. اذا عندنا رمسيس الثاني، حتشبسوت، عندنا يعني ملوك كتير كتبوا، سيتي الاول، ملوك كتير كتبوا اسمائهم بالكتابه المعماه تخليدا لذكراهم. غير الكتابه الدينيه المعماه اللي هي في الكتب الدينيه اللي بدات من الدوله الحديثه، يعني دي هنلاقيها في مقبره مثلا رمسيس السادس، رمسيس التاسع، هنلاقيها على مقاصير توت عنخ امون يعني بشكل كبير جدا. هنا ممكن يصير سؤال، ليه كانوا بيستخدموا الكتابه المعماه في اغراض دينيه؟ المفروض ان اي كتابه دينيه تكون مطلوب منها ان هي توصل لكل الناس حتى العامه. لا هو فليه؟ ولا ده برضو مفهوم خاطئ؟ هو الكتابه الدينيه اساسا كانت بتبقى موجهه للمعبودات، يعني مش بغرض ان البشر هم يقروا الكلام ده. فدي زي صلوات الآلهة والكهنة وشيء خاص بالمتوفي والمعبود. فهو بيكتب الحاجات ديت وكتب الدينيه بتاعته والكلام ده كله علشان تفيده في العالم الاخر وتحميه في العالم الاخر، وكمان توصله انه يبقى بصحبه المعبودات وبصحبه الاله العظيم ويدخل الجنه وكل الكلام ده. لكن هل البشر العاديين المصريين العاديين كان كل واحد يعرف الكتابه السريه؟ لا. ما كانوش يعرفوا. ما كانش ليها استخدام في الحياه الاجتماعيه العاديه للعامه. ما لا كانتش موجوده الكتابه العامه. لا ما وصلناش اي حاجه بالنسبه للعامه. وصل لنا بس تخليد امنيات، زي مثلا عندنا مثل مصري قديم، ده بالنسبه للعامه. عندنا مثل عندنا متعارف عليه اللي هو اللي خلف ما ماتش. فاللي خلف ما ماتش دي اتكتبت على الجعرين بتاعت الافراد. يعني مثلا واحد حابب ان الذكريات تبقى، فبيقول ايه؟ ليت اسمي يبقى ببقاء ذريتي. يعني نفس المعنى بتاع اللي خلف ايه ما ماتش، يعني يا رب اسمي تاني طول ما اولادي موجودين انا كمان اسمي موجود. فعباره زي كده اتكتبت بكثره كتير جدا على الجعرين بتاعت الافراد. فده دل على شيء، يدل على الفكر الديني عند المصري البسيط، وان قد ايه المصري كان مرتبط بدينه، وان هو قد ايه كان بيكتب كتير جدا اسماء المعبودات بتاعته على الجعرين، ويشيل جعران معاه يلبسه كتميمه يحطه جنبه في المقبره في الاساس الجنازي بتاعه. فده شيء مهم جدا يعني.
هل ده معناه ان كان في كتاب متخصصين في هذا النوع من الكتابه وبالتالي متخصصين اخرين في فك شفرتها؟ كان في متخصصين في الكتابه المعماه، لكن ما وصلش لينا اي وثيقه من الحضاره المصريه تقول ازاي احنا نفك الكلام دوت، ازاي احنا فكناه. احنا بدانا بقى في بعد الدراسات اللي احنا بداناها في الكتابه المعماه نقارن النصوص، يعني النصوص المعماه او اي كلمه معماه بتصادفنا بان ازاي بنحلها من خلال مقارنه النصوص ومقارنه النواظر. زي مثلا في معبد ابو سمبل هنلاقي على البوابه بتاعه المعبد اسم الملك رمسيس الثاني مكتوب بطريقتين، طريقه معماه وقدامه على الكتف الثاني من الباب بالطريقه العاديه. يعني الطريقتين مكتوبين قدام بعض، فكنا بنقوم بقى من خلال المناظره قراءه العلامه الاولى ونشوف العلامه الاولى في النص المعمى ايه وبنقارن نشوف النص ده. طب نفترض ان النصين هم بعض، ازاي نحلهم؟ بنحلهم من خلال حاجات من كتير بقى. من الاساس تعرف منين ان هو النص ده هو النص ده؟ من خلال المناظرات بتاعت النصوص، وفي نفس الوقت القيم الصوتية بتاعت العلامات اللي ممكن جدت على العلامات اللي هي المعمى دي، وكمان القيم الصوتية دي بترمز لمعاني ودلالات. زي مثلا يستخدم المعبود بشكله زي ما هو قاعد على العرش بتاعه المعبود أمون، وفي الناحية التانية في الخرطوش مكتوب أمون بالشكل الهيروغليفي، لكن في النص المعمى مكتوب أمون وهو جالس في هيئته. فحضرتك بتقرا العلامه اللي هي دي امون وبنشوف اللي بعدها، مثلا في علامه معد هنلاقيها المعبوده معد في الخرطوش وهنلاقيها شكلها في النص المعمى، وهنلاقيها واقفه على زي محيط مائي كده بيتقرا علامه مر، يعني مري معد محبوب معد. بنبدا بقى ان احنا نقارن ما بين ده وما بين ده، وفي كتير جدا كل النصوص من خلال الدراسه وقراءه النصوص في المعبد بدأنا نعرف ان في نصوص متناظره في المعابد، وكذلك في المقابر برضو بيكتب بشيء معمى وعلى نظيره في الجدار المقابل ليه او على العمود المقابل ليه بنلاقي بعض الايه بعض الكتابات المعماة اللي بتطبق نفس النص اللي هو التقليدي. ايه اهم الاثار الموجوده دلوقتي الدليل على هذا النوع من الكتابه؟ هو في طبعا في مقابر كتير جدا بالنسبه للدوله الحديثه اللي قلنا فيها الكتب الدينيه، في المعابد اهم المعابد عندنا معبد الاقصر في الفناء الاول، وعندنا معبد ابو سمبل الكبير على البوابه الداخل، وعندنا في معبد هيبس اكبر نص معمى في معبد هيبس للملك دارا الاول. عندنا كمان في على لوحات الافراد كتير جدا القاب الموظفين، يعني كل موظف حابب ان هو يخلد الالقاب بتاعته وتبقى ليه في العالم الاخر مكتوبه بالكتاب المعمى، وده بيخلد برضو قد ايه هم كانوا بيهتموا بالثقافه واتقان اللغه، وقد ايه ان هم كانوا بيتغزلوا للمعبودات او بيتقربوا ليهم بالنوع ده من الكتاب. يعني خليني معلش اضيف لك ان الكتابة المعماة لما نيجي نعرف نفكر الاسم المصري القديم بتاعها ايه هي او هي معروفة ازاي، هلاقي ان المصري القديم خاص نوع من انواع الكتابة في الهيروغليفي، بيطلق كلمة ميدونتر يعني كلام الاله على الهيروغليفي نفسه. يعني الهيروغليفي اللي في المعبد ده هو ده كلام الاله، هو خاص نوع من الكتابة دي اللي هو الميدونتر، قال عليها حارس الشتاء يعني قمة الاسرار في الايه الهيروغليفي. فهو خاص التعبير ده، والتعبير ده يعني مجازا انا افترضت ان هو دوت اللي بيعبر عن الكتابه المعماه، لان فعلا لقينا ان الكتابه المعماه دي هي يعني اكتر حاجه مهمه عند المصري اللي هو يخفيها. طيب اخيرا دكتوره نجوى، العلماء اللغه في العصر الحديث ازاي استفادوا من اكتشاف هذا النوع من الكتابه المصريه القديمه؟ هو الدراسات دلوقتي للكتابه المعماه اثبتت حاجات كتير جدا، اثبتت ان الكتابه المعماه مصدر من مصادر التاريخ مهم جدا، غير كده الكتابه المعماه حافظت لنا اسماء اشخاص وملوك كثيره جدا زي الملك حتشبسوت كان الخراطيش بتاعتها اتعشرت، في حافظ اسمها من خلال الكتابه المعماه. في كمان اهم حاجه تصحيح بعض المعلومات الخاطئه زي بعض اسماء الملوك، يعني انا عندي الملك مثلا اسمه طاعه من الاسره 17، الملك طاعة
تصليح اسمه بعد دراسة الكتاب المعمى إلى جحوتي عا، لأن طاعة معناها الرغيف الكبير، لكن جحوتي عا معناها معبود جحوتي العظيم، فمش معقول ملك هسام يكون اسم الرغيف الكبير. فدي بعض المعلومات اللي صححت أشياء في التاريخ من خلال الكتاب المعمى، فعشان كده قد إيه هي مهمة جدا. صحيح. يعني في النهاية ما أملكش إلا إني أشكرك على هذا الحوار المليء بالمعلومات الجديدة والمفيدة بالنسبة لي، وأتمنى إنها تكون مفيدة بالنسبة للسادة المشاهدين. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نجوى متولي، مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الآثار والحاصلة على الدكتوراه في الكتابة المصرية القديمة. شكرا جزيلا دكتور. شكرا صباح الخير. صباح الخير. ومشاهدين الكرام مكملين معاكم حلقة هذا الصباح بعد الفاصل مع أمل نعمان، فابقوا معنا.